بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث تحت العنوان تكست بوكس فورماتنج. أنا أدرجت تكست بوكس وفتحت طبعا كليك يمين وفورمات شيب ودخلت على تكست بوكس فورماتنج. من فيها يا جماعة فيرتيكال الاينمنت، المحاصرة الأفقية، بمعنى إن الكونتنت يتحط في التوب ولا في الميدل ولا في البوتوم بتاع الخلية، أور تكست دايركشن لو أنت عايزه روتيشن، عايزه أفقي، عايزه رأسي بشكل معكوس، أو عايزه هوريزونتال. الأوتو فيت ما تملاليش الكونتنت، شرينك تكست أون أوفر فلو، لا خليه للنص يبتدي يبقى أقل على حسب بناء على حجم التكست بوكس اللي هو فيه، وريسايز شيبت أوف التكست ولا لا، أنت على حسب النص ابتدي كبر أو صغر في الحجم بتاع مين بتاع التكست بوكس. طبعا الانترنال مارجن ده يخص بالمارجن، المارجنز اللي على اليمين واللي على الشمال واللي فوق من تحت. الراب تكست وذ شيب يعني اخلي لي النص مجرد ما اني مثلا ان الكونتنت بتاعي يملا الشيب يبتدي ينزل تحت منه، يعمل رابنج، يعني النص يبتدي يعمل التفاف حوالين من الشيب بتاعك، سواء كان من كابشن او اي شكل من ضمن الاشكال ديت. القصه بتاعت الرابنج التكست حوالين النص او التفاف النص، يعني اول ما اوصل للحد الخارجي اللي يبتدي ينزل في سطر جديد، يعمل رابنج بيقولوا عليها يا جماعة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.